النشرة الرياضية من القدس دوت كوم. رام الله فلسطين، أهلا بكم. حقق ريال مدريد انتصاره الثامن على التوالي ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه إسبانيول بهدف نظيف في إياب دور الثمانية للبطولة. وسجل هدف الفوز للنادي الملكي خيسي رودريغيز في الدقيقة السابعة. أحضر أرسنال المتصدر فرصة لرفع الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب منافسيه بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع ضيفه ساوثهامبتون. التعادل هز صدارة أرسنال بعد أن أهدر نقطتين في صراع القمة ورفع رصيده إلى 52 نقطة قبل ساعات من مواجهة مانشستر سيتي مع توتنهام. لم يحتاج مانشستر يونايتد لمجهود خارق لعبور كاردف سيتي ونجح في تحقيق الفوز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى بملعبه. هدف مانشستر يونايتد جاء عن طريق روبن فابيرسي وأشلي يونغ، وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي. أنعش ليفربول أماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة ضمن الجولة 23 من المسابقة، وبفوزه الكبير رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة ليعزز مركزه الرابع ويتفوق بفارق 3 نقاط على توتنهام. وأخيرا، ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية اقتراب توقيع مهاجم المغرب ونادي فولهام الإنجليزي عادل تعرابت بكشوفات نادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية. وبيّنت التقارير اقتراب اللاعب من سان سيرو في إطار صفقة تبادل بين الناديين. نهاية النشرة الرياضية، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.